ما انا ابويا فين؟ ما عرفش ابوك يا حمدان. حمدان ولد ابوي. ابوي وحشتك كتير يا ولد، وحشتك يا ابوي. كيف انت؟ زين. انا زين يا ولد زي ما انت شايف. معقول يا ابوي لابس نقاب؟ انا نصحته يعمل كده. طب تعال تعال نخش جوه. تعال تعال يا ابوي. استعجلت ليه بس يا هارون؟ ما قدرتش استحمل قعدتي في السجن وفلوسي بتتسرق مني وانا قاعد كده، ما عرفتش اعمل حاجه. الحمد لله على السلامه يا عمي. الله يسلمك. انا خلاص كنت مستني بعد الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه واجيب لك عفو رئاسي. انتخابات الرئاسه لسه قدامها سنه. بقول لجنابك يعني لو ما انتش عاوزني في البيت انا ممكن امشي. لا يا عمي، هتروح فين؟ بيت صفور بيه، بيت كرم، ولا ايه جنابك؟ يا هارون البيت بيتك. انا شلت عنك الحرج وهربت بنفسي عشان لو حد سالك ما يقولش انك ساعدتني في الهرب. اللي حصل حصل يا عم، وبعدين انت اضرب مصلحتك ولا ايه جناب؟ واطمن طول ما انت هنا في امان، ما حدش هيستغرب يفتش المكان ده انا موجود فيه. ما دي برضك كانت حسبتي.